أحسن الله إليكم سماحة الشيخ، سائلة تسأل وتقول: ما الفرق بين دعاء الصفة المنهي عنه مثل يا رحمة الله، وبين الاستغاثة بالصفة مثل أستغيث برحمتك وأعوذ بوجهك، مع أن الدعاء والاستغاثة والاستعاذة كلها طلب؟ هذا توسل يا أخي، أعوذ برحمتك، أعوذ برضاك من غضبك، هذا من باب التوسل بالأسماء والصفات. أما يا رحمة الله هذا دعاء وليس توسلا، الفرق بينهما أن هذا دعاء وهذا توسل، والتوسل مطلوب، ودعاء غير الله هذا غير جائز. نعم.